بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو أقدم لكم جلابة بالتنبات، بهذا النوع من العقيق. هنا ليزيستراس، وهنا هذا الزواق، وقمنا باختراع هذه الفراشة، وهنا أيضا لدينا فراشة أخرى في الظهر. هذا هو ظهر الجلابة. إذا أيها الأحباب، كما تشاهدون معي هذه الجلابة أقوم لها بالعقاد، في النستوك. هذا النوع من العقاد هما العقاد الوردة، فهذه العقاد هي جد منتشرة لدى الخياطين، فجميع السيدات يقومون باختيار هذا النوع من العقاد. هذه الجلابة لها العقاد الوردة في النصف توك، ولها أيضا هذه الشوشة. أضعها هنا في توك بهذا الشكل. فطول هذه الجلابة هو 1.28 متر. الآن أقوم بتقطيع العقاد. وإلى هنا مشاهدين الكرام، قمت بتقطيع العقاد. أول شيء أقوم به هو أن أختار إبرة رقيقة، ثم أملأها بالخيط مثل الفيديوهات الماضية التي قمت بنفس العمل. فالعقاد الوردة هذه الأعمال قمت بها سابقا، فهذا الحلقة أقوم بعمل يختلف تدريجيا عن الأعمال السابقة. فأول شيء أقوم بإدخال هذا الخيط الذي قمت بإدخاله على اثنان في الإبرة، ثم أول شيء أقوم به وهو لصق هذه الشوشة. أقوم بوضعها طرف النصف توك، يعني في دوران النصف توك. أول شيء أقوم بوضع هذه الشوشة، فيستحسن أن أقوم بثقب صغير تحت الترسان والمفتل، وأختار إبرة خراس، هذه الإبرة، ثم أقوم بإدخال هذا الطرف من الشوشة في الإبرة. وكما ترون معي أيها الأحباب، الآن أقوم بترطيقها جيدا بالخيط.
وإلى هنا مشاهدينا قمت بترتيقها جيدا بالخيط، ثم أقوم بعقدة. بعدها أريكم هذه الشوشة كيف تكون في النستك. إذن هكذا، هذه هي شوشة في النستك. وإذا أردنا أن نضعها بهذا الشكل، نقوم مثلا بهذا الطريق. إذا أيها الأحباب، كما ترون معي هذه هي الشوشة، قمت بوضعها أسفل العقاد. الآن أقوم بلصق العقاد مثل فيديوهات سابقة، فهذا العمل هو قمنا بتنزيله على الفيديو سابقا. إذا أيها الأحباب، كما ترون معي نقوم بلصق العقد، وبعد لصق العقد أريكم كيفية لصق العقد من الأول إلى الآخر. إذا مشاهدينا الكرام، بعد انتهاء لصق العقد بهذه الطريقة وهذه الشوشة أيضا، الآن أقوم بقياس الطول بالنسبة للأذنين، فأقوم بهذه المتانة ودقة في العمل. والآن أقوم بقياس الطول وأحسب 1.28 متر. فمشاهدين الكرام، لقياس الطول أقوم بوضع المتر في الكتف، بعدها أقوم بحساب 1.28 متر. إلى هنا، إذا المشاهدين هذا هو طول هذه الجلابة. هذه الجلابة فهي صيفية ليست شتوية، حسب مشاهدتي لنا اليدين فهم يدين صيفيين. ثم هذه الفراشة رائعة جدا، أما هذه الفراشة هي في ظهر الجلابة. وإلى هنا مشاهدينا الكرام، وصلت إلى مرحلة الختام وهي عطف الجلابة. فبالنسبة للعطف فهي نقوم بعملها في آخر الأعمال. وإذا كان العمل لدينا فيه ضرس في الكم أو الكمام، فيمكننا
يمكن لنا أن نؤخر العطف أو نؤخر الدرس. فمشاهدينا الكرام، هذه الجلابة هي جد رائعة مع زواق التنبال بزوزو والعقيق، كذلك إلى ليزيستراس. فأيها الأحباب، وصلنا إلى نهاية الفيديو. شكرا لكم على المتابعة. بالنسبة للمشاهدين الجدد معنا، مرحبا بكم، أفضل تحية لكم. فتابعونا بالاشتراك في القناة، فلا تنسونا بالإعجاب والاشتراك. تشجيعاتكم لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وشكرا لكم على المتابعة، ومع فيديو آخر إن شاء الله.